سے آپ سب کا استقبال کرتے ہیں، خوش آمدید کرتے ہیں. یہاں اس وقت جہاں ہم کھڑے ہیں یہی وہ سرزمین ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خلافت ہوئی. اسی سرزمین پر مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہاں ایک رکعت نماز ادا کرے گا اسے 1000 یا اس سے زیادہ کے ثواب ملیں گے. اسی مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک ایسی جگہ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غوضۃ من رجال الجنہ، جنت کی پیاریوں میں سے ایک پیاری ہے ہمارے لیے، ایک مسلمان کے لیے. اس سے پہلے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں جنت کے حصے میں وہ رکعت نماز ادا کر سکیں. اسی سرزمین پر اسی مسجد ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہاں دو رکعت نماز ادا کرے گا اسے مقبول عمرہ کا ثواب ملے گا. یعنی مسجد قباء آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب الحجرة النبوية هي البيت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم فيه مع عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، واشتهرت بالحجرة النبوية لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودفن فيها. وهي ضمن الحجرات النبوية التي يسكن فيها مع أزواجه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. كان في الجهة الشرقية الجنوبية خارج المسجد النبوي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وصدر خلافة بني أمية. مرت الحجرة النبوية بعدة مراحل. المرحلة الأولى بناء الحجرة النبوية. بناها النبي
من الدم وصفها بالغير وعلاه وجد يفتح عن الكلام وهو من جلد النخل ولا سقف له وله باب من الجهة الغربية يفتح على المسجد النبوي. المرحلة الثانية وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ووضع السكارى. في العام الحادي عشر للهجرة وضعت عائشة رضي الله عنها الستارة المرحلة الثالثة وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وزيارة الفتنان بعد النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت عائشة رضي الله عنها السكارة بعد قبره جديد الفناء وبنى جدارا باللبن. المرحلة الرابعة وفاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه المرحلة السابعة إدخال الحجرة النبوية في المسجد النبوي وبناء الجدار المخمس. عام 38 للهجرة أمر الوليد بن عبد الملك بهدم المسجد النبوي وتوسعه وإضافة حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأزال جدار بيت عائشة المبنية من النبي وبناه من الحجارة السوداء ولم يجعل لها باب ولا شباك ولا يمكن لأحد الوصول إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. وجعل مؤخره مثلثا لئلا يصلى فيها ولا إليها وأمر أن تحرق عليه القبلة ولم يجعل له بابا ولا شباكا. وهذا الجدار المخمس والذي عليه السلام اور لے جانے جہاں سے سلام پیش کرتے سات منٹ کا فاصلہ مجھے کا اندرونی منظر اس طرح سے اب یہ لگ رہا ہے اسی کے اوپر کیا ہے گنبد خضرا یا سر گنبد کیا انٹری ہے بھائی پہلا سیٹ بولا Gracias.